كثيرين يحطمون الجيمرز ويقولون الشيء هذا ما منه فايدة، يعني ما راح يفيدك لا بحياتك ولا في مستقبلك ولا شيء. لكن الحين نشوفه والحين قاعد يصير شيء عكس ذلك، بالعكس هذه وظيفة أكثر من أنك أنت كلاعب. أنا شخص هادي، أحب الروقان، أحب الطبيعة، أحب شروق وغروب الشمس، أحب أتأمل فيهم وأناظر فيهم وقت طلوعهم وقت غروبهم. خليني أفكر في الأشياء اللي راح فيها في المستقبل، خليني نراجع نفسي إذا كنت سويت شيء خطأ. يوم أنا صغير كنت بسمي نفسي صقر، فرحت ترجمتها في جوجل وش صقر بالإنجليزي، لأن كنت ما أعرف إنجليزي، فشفت إنه فالكن فحطيت فالكن كاسم عجبني إن الناس ينادوني فيه. بلشت وأنا خامس ابتدائي تقريبا، بديت ألعب ألعاب شوتر، بديت من فوت فور، بعدين دخلت فيفا شوية لين جت رينبو في 2016، استمريت في رينبو إلى يوم الثالث. اللعبة تعتمد على المهارة، تعتمد على يعني التكتيك، تعتمد على أشياء مرة كثيرة، فعجبتني فيها لأن فيها تيمورك مرة عالي، زي ما تقول لعبة واقعية، فهذه الواقعية عجبتني وجذبتني فيها مرة بشكل مرة رهيب. فتقريبا اللي صار لي 4 سنين وأنا ألعب اللعبة، ما أخلي الضغط يجعلي، ما أخلي كلام الناس يأثر فيني، ألعب بشخصية يعني كل ثقة في نفسي وفي فريقي. الخسارة مو مجرد خسارة، خسارة شيء تتعلم منه. لو خسرت في أي حاجة أحاول أتعلم من الأخطاء اللي خسرتها والأشياء اللي خسرت فيها وأطورها وأحسنها بكثير. الشيء اللي نطمح حنا كسعوديين أو كخليجيين أو كعرب إنه نشارك في البروليك، هذا الطموح اللي كلنا نطمح له. اسمي خالد، ينادوني فالكون، وأنا بطل في لعبة ريمبو سيكس سيج البطولة الميجر ليج.